جراد منتشر مهطعين الرداء يقومون عند النفخة الثانية. فهذا سبحان الله يعيد الله نفس الجسد الذي كان عايش في الدنيا من عجب الذنب هذا، يتركب كما يركب ينبت الأشجار من الحبوب وتطلع الشجرة وينبت الجسد، لكن بآية من آيات العظمى يعيد الجسد من صنع نفسه بنفس الذاكرة حقه ونفس الأعمال اللي كانت فيه والهيئة اللي مات عليها، حتى هيئة أظافره وشعره على الهيئة اللي مات عليها يرجع نفسه بالضبط، والذاكرة حق الأعضاء وما عملت كل شيء يرجع محله. وإذا بالعالم الآن أجساد، قال الله لإسرافيل قم بعد الأربعين، يقول له قم، يقوم يحيى بإذن الله، روحه يا رب أنفخ، ينفخ النفخة الثانية فتطير الأجساد الروح إلى أجسادها، وإذا بالناس يقومون. يقول صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يفيق، أول من تنشق عنه الأرض. قال: فأرفع رأسي فإذا بموسى قائم عند قوائم العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. وفي الرفض الآخر: أمزي بالصعقة الأولى، قد حصلت له صعقة، فقال: هذه نصيبك من الصعقات، ما عادش صعقة ثانية. عندما ينفخ سيدنا إسرافيل النفخة الثانية: فصعق من في السماوات وما في الأرض إلا منهم موسى، إلا من شاء الله، ما يصعق بأمر الله ولا إلا من شاء الله، وسيدنا موسى ممن استثنى الله، وإلا لو صعق ما يقوم قبل النبي محمد، ما يقوم. ولكن كان قد مرة وقعت له هيبة شديدة من تجلي عظيم وقلت صعق، فقال: فسيكفيك هذا، فعند الصعقة ما عاد يصعق، روح موسى تبقى متماسكة متمالكة، ما عاد في صعقة. لأنه لما نادى رب ربي أرني أنظر إليك، قال: أنظرني ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف، فلما تجلى ربه الجبل دكا وخر موسى، سيدنا نصيبك خلاص بعد ثانية ما عاد عليك وحدة ثانية. لما الناس يصعقون فلا يصعق، يكون ممن استثنى الله تبارك وتعالى. وإذا يقوم الحبيب صلى الله عليه وسلم الواحد يحصل موسى هناك، وفيه اتصال نظره بالعوالم في آن واحد صلى الله عليه وسلم، لحظة أن يقوم من الحجرة الشريفة في المدينة المنورة والعرش قدامه وعند من اللي في السماء ومن اللي قام اللي ما قام، بسرعة كان الكون مصور قدامه بصورة، فهو بسرعة يشوف اللي في العرش، حتى بإيش من إيش من منظار هذا يشوف اللي في العرش واحد صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. مسألة النفخة الأولى والثانية، وتكرر ذكرها في القرآن الكريم مقبل علينا. فإذا نفخ يصعق حتى من برزخ، حتى من في البرزخ اللي قد ماتوا لهم صعق، يصعقون كلهم، وتغيب الأرواح عن أحساسها وتصعق، وتتجمع الأرواح في السور للأخذ إلى ساحة المحكمة، يا ويل الظالمين، يا ويل الفاجرين، يا ويل الكافرين، يا ويل الغافلين، يا ويل المضيعين لأمر الواحد الأحد. الله، كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. والسؤال عن العمر فيما أفنيناه، عن الشباب فيما أبليناه، من عاد عنده وقت من الشباب ينتبه شبابه، ومن قد فات عليه الشباب معه التأوه والتحسر على ما فات والانتباه من الباقي. وإلا سؤال عن العمر كل عام، وسؤال واحد مخصوص عن فترة الشباب، هيا من سن 15 إلى 40 أو إلى 50، ما عملت فيها هذا السن وحده، خل سؤال العمر هذا الوقت سؤال مخصوص في قوتك أيام الشباب، ما عملت من حين بلغت 15 سنة، قل لنا إيش صلى، فين وجهت قواك، ما فعلت مع ما ينازعك من الرغبات والشهوات والمرادات، ما فعلت،
والأمر واضح لك والشرع واصل إليك والأمر والنهي أمامك والرسول بلغوا والآيات مبثوثة لك، ما فعلت؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كل ما يدخلك من ريال ونصف ريال وقال له أكثر طاقية وشميز وفوطة وعمامة ونظارة وحبوة وكيس ودفتر وقلم وكتاب، كل ما يدخلك حتى الكحل، كحل بين عينيك، يقول له من أين اكتسبه وفيما أنفقه. لا إله إلا الله. في رواية عن علمه فيما عمل فيه، ورواه هنا برواية عن جسمه فيما أبلاه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فرضي الله عمن أبلوا أجسامهم في العبادة والطاعة، براء أجسامهم طول القيام، طول الركوع والسجود والخضوع بين يدي الله تبارك وتعالى. حوضي مسيرته شهر، اللهم أوردنا على حوضه، ماء أبيض من اللبن، ريح أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، الله يسقينا منها، من شرب منه فلا يظما أبدا. وقد جاء في الحديث أنه يأمر سيدنا علي بن أبي طالب فيسقي الناس من حوضه صلى الله عليه وسلم، فإن كان ذلك فإن الذي سيتولى سقي النساء بناته صلى الله عليه وسلم، وأجلهن فاطمة الزهراء معها أخواتها زينب ورقية وأم كلثوم. هؤلاء بنات حبيب الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. الله يسقينا ونسانا من ذاك الحوض، من شرب منه فلا يظمأ أبدا، تنقطع مادة الظما بشربة واحدة، لكن من حوض محمد شربة واحدة وانقطعت مادة الظما إلى متى؟ سنة سنتين، سنة سنتين، وإذن 100 سنة 200 لا، إلى متى؟ إلى الأبد، ينقطع الظما إلى الأبد، ما عاد شي ظما من الشربة الواحدة. الله. فإذا هذا أثر أول شربة، وكيف الثاني شربة؟ كيف ثالث شربة؟ إيش صلح فيك؟ إيش تعمل فيك؟ وبعضهم يشربون هنا عند الحوض، لما يدخلون الجنة الناس سقياتهم تختلف، عندهم عينا يشرب الله فجرنا تفجيرا، ومزاجهم من السنين عينا يشربها المقربون، يشربون منها مباشرة، وباقي الجنة يخلطون لهم شوية من التسنيم في حقهم الأنهار، هذا اللي يشربوا من تسنيم خالص، شوف فرق كيف. مع ذلك كله، اعلموا أن أقواما في ذاك الدار سقياهم من كوثر المختار، قد شربوا هناك عند الحوض وهم في الجنة هنا كل ساعة يشربون، من وقت لآخر يشربون، والساقي لهم خير مأمون. ما كل الناس هكذا، والله ما أعلى من الارتباط بهذا العبد المحبوب الخالص، عبد الله الأكرم على الله، ما أعظم من الارتباط به، وعزة الذي بعثه بالحق. لا يوجد درجات الآخرة في الفراديس والجنان العلا أعظم وأعلى وأجل وأقوى سبب للرفعة من قوة الاتصال بهذا العبد المقرب. فأقربهم هو أقربهم، وأحضاهم عنده أحضاهم، وأكرمهم لديه أكرمهم لدى الحق هناك فوق. الله يقوي أبطتنا بهذا الحبيب المصطفى المختار حبيب الرحمن. ايش حال هؤلاء؟ ما بأعمالهم بيصلون فين؟ قاعد الكوثر اللي أعطاه الله في الجنة من وقت لآخر قاعد يسقيهم منه كل ساعة يجيبوا لهم منه، ايش هذا؟ لو عملوا ما عملوا فين بيصلون؟ ولو عبدوا ما عبدوا كيف يحصلون هذا؟ هذا أمر فوق الأوهام والظنون، هذا عطاء الله الكبير.
إذا أردت تتعلق بالكبير تعلق كبير فانظر محبوبه الكبير، من باب المحبوب الكبير دخل على الكبير، ها فما يدخل بك على الكبير إلا عبده الكبير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. ايش تقول؟